شاعر وأديب مميز من العراق، الشاعر يحيى السماوي، ليتحفنا بأدبه وشعره المعهود الذي تعودنا عليه. أهلا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا، حياك الله. أنا ما حقول المقدمة، بدي أتركك أنت تحدثني عن نفسك، من أنت، كيف أتيت إلى أستراليا، كيف بدأت موهبة الشعر عندك؟ تفضل. أنا ابن أم من قروية وأبي البقال. الله. ولدت من رحم قصيدة. الله. هكذا أقول عن نفسي. حين عز علي أن أجد ملاذا في الوطن في زمن قاس، ابتنيت لي وطنا من رماد الشعر. ممن تأثر الشاعر يحيى السماوي من شعراء العرب والشعراء العراق خاصة؟ في طفولتي الشعرية كمراهق تأثرت بنزار قباني والياس أبو شبكة، وفي شبابي الشعري تأثرت بالجواهري. جواهر. نعم. وحينما نضج عشبي الشعري تأثرت بالسجون، بالمعتقلات، بالجلادين. طيب حضرتك شعرك موجه للناس السجناء قصدك ولا أو مرأة أو الوطن أو؟ أنا دائما أقول عن نفسي أنا لي حبيبة من تراب وضوء وماء، ولي وطن من جسد أو من لحم ودم. بمعنى أن نهر شعري له ضفتان هما المرأة والوطن. دائما أؤمن أن وظيفة الشاعر هي إما أن يضيف وردة جديدة إلى حديقة المحبة الكونية، أو أن يقتلع شوكة من طريق الإنسان. إذا لم يكن إكراما للأطفال فإكراما للحفاة. حضرتك مولود 16 آذار مارس. نعم. ما حنقول السنة، يعني تاريخ ميلادك من مبارح. والله شو بيعني لك الأبراج؟ أنا بيهمني الأبراج، هل الشهر الميلادي له تأثير على شخصية الإنسان؟ أنت بتعتقد بهالشي؟ هلا سؤال سيدتي، يعني أنت كما أعرفك روائية وأديبة. أنا كابن فقير لا أعرف معنى الميلاد، أعياد الميلاد. لم يحدث في حياتي. بس مولده الواحد مش ضروري يحتفل بعيد ميلاد يجيب. دائما أقول كل شروق شمس هو عيد ميلاد جديد لي. لما بيطلع الصباح نشكر ربنا على وجودنا. نعم. الغرابة أنني ولدت في 16 آذار مارس، آذار 1949، وسجنت وفصلت أيضا في آذار. الله. وهربت من العراق في آذار. يعني هالشهر له. وجئت إلى أستراليا قبل طلبي كلاجئ إنساني أيضا في آذار. لآذار يعني أشعر أنه كما لو أنه وتد في خيمة عمري، ولذا أتوقع أو أتمنى أن يكون موتي في آذار. الله طول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك. طب أنا عندي قصيدة هون عجبتني كتير، لو تحذر أي قصيدة. قصيدة مبتدأ وخبر. أنا لماذا اخترتها سأقول لك، لأنني مدرسة مادة اللغة العربية، وطبعا يلفتني هذا العنوان مبتدأ وخبر. وخبر. ممكن تقرأ لنا إياها بصوتك الجميل ومتابع الأسئلة لو سمحت. هادئة مريم كالنعاس، تأتي وكالصدى، يثمل في أحداقها الندى، ومن زفيرها
يضوع الآس فيأرق المدى. هل تقصد بالآس الآس الذي يضعونه على اليد؟ نعم. يا عيني قرأته اليوم أمام الأجانب مشان نشوف صوتك عم يطلع فيه. هذه هاي القصيدة تفضل للدكتور الأستاذ الشاعر الكبير يحيى السماوي. طبعا نعم. إذا بتريد من الأول لو عذبناك تسمح لنا نسمع مضبوط تكون ممنونة. نعم. هادئة مريم كالنعاس تأتي وكالصدى يثمل في أحداقها الندى ومن زفيرها يضوع الآس فيأرق المدى مسامرا صوتي ولا صدى غير رنيم الكاس تجيئني مريم نصف الليل شمسا وفي النهار نجما خرافيا وفي الصيف شتاء دافئ المطر وها أنا حثالة من خدر الليل. هايدي لم أفهمها. حثالة I know what the meaning. نعم. بس ليش قلت حثالة من خدر الليل؟ كل يعني إذا أريد أن أعلمها للتلاميذ يجب أن أفهم أولا. كل المهمومين يعيشون أرق الليل. أرق الليل. Yes. وكل العشاق يعيشون أرق الليل. نعم. وفي المعتقلات كانوا يأخذوننا نصف الليل للتعذيب. فالليل حتى الخدر أحيانا أنا لي تجربة. أول 10 أو 15 ضربة صوت أول صوت مؤلم مدمر بعد 10 أو 20 ضربة صوت الجسم يخدر بعد ما تحسين فهذا الخدر الذي يشبه عند العافية كيف؟ لأن الجسد حين يخرز بالسياط سيتخدر هذا خدر الليل والإيدين أنا لي فيه حكاية في قصيدة اسمها أذلني حبي أذلني حبي وجرحي الممتد من جدائل النخيل حتى مقلل عشبي أذلني حبي وحينما حاصرني الطغاة ذات ليلة عبرت سور الوطن المذبوح زادي قلقي وكوثري رعبي طوفت في حرائق الشرق وفي حدائق الغرب مطاردا وليس من صحبي إلا بقايا من رماد الدار من طين الفراتين على ثوبي فتشت في كل نفايات حروب القهر عن مدينتي فتشت ما بين سبايا العصر عن حبيبتي وعن فرات ساحر عذبي وفجأة رأيت نخلة على قارعة الدرب هززتها فانهمر الدمع على هدبي وعندما هززت جذع الأرض يا ربي تساقط العراق في قلبي. الله. أستاذ يحيى السماوي. طبعا الوطن غالي على كل الناس لما بس بيشعر الإنسان بأسى من وطنه ومن أهل بلده
بدل هالقسوة بقلبه بذاته ما بتنتسى. يعني أنا كطفلة عانيت شوية مأساة من أحد ما زلت يعني بحس جرح كبير ما بقدر داوي. أنتوا كيف عم تقدروا تتخلصوا من هالجروح بأنه شعرك كله متعلق بالوطن وبالجراح وبالمآسي وبالصعاب؟ كيف عم تقدروا تتخطوا هالآلام يا سيدتي؟ يعني من عيونك نعم. شعرت أنك حزين، حزين جدا جدا. بالمناسبة الحزن عراقي المنشأ، هو عراقي الولادة، هو عراقنا حزين. لا. لأنه من سوء حظ العراق، من سوء حظه أنه ثري بثرواته، ولذا من سوء حظينا. نعم، ولذا سيبقى الدم العراقي والحزن العراقي سيبقى متدفقا إلى آخر برميل نفط. آخر برميل. نعم. طيب هنخرجك من هالسواد، نعم، من هالجرح، بدنا نتكلم عن بكرة الاحتفال اللي تقيمه دكتورة بهية أبو حمد المحامية الناشطة الأديبة الاجتماعية اللي دايما مهتمة بالأشياء الأدبية والثقافية لتجمع كل هالشعراء والأدباء في وطن الغربة أستراليا. شو رأيك بكرة بالاحتفال برعاية وزارة الثقافة طبعا ورعاية ملتقى الزجل وباهتمام من الدكتورة بهية حمد لشرب البعيني شاعرنا الموجود؟ نعم نعم نعم. لو طلب مني سلفاء العرب يا لو طلب مني منارة الحرب شرب البعيني أن أعرف هذه الجليلة الدكتورة بهية لقلت هي المحبة تمشي على قدمين. صح. هي للبنان سفراء كثيرون، ولكن الأرز كشجرة سفيرتها هذه السيدة. والله هذه لا عفوا أنا أقول صادقا، يعني عرفتها منذ جئت إلى أستراليا، فهي نافذة ضوئية، نافذة ضوئية في ليل المهجر. قبل قليل كنت في حديث مع صديق الشاعر أنطون عكاري، فكان يقول عنها أنها سفيرة الشعر وسادنة التراث. أنا أقول هي ليست كذلك فقط، ليست فقط سفيرة الشعر وسادنة التراث، أنا أقول هي أثبتت أن الكرم هو أن تقول خذ من تلقاء نفسك. هذه السيدة تعرف كلمة خذ ولا تعرف كلمة أعطني. الذي أريد أن أقوله أنها كريمة، قليل ربما هي الوحيدة في أستراليا التي أقامت أو أعادت ميل زيادة إلى الحياة من خلال هذا الصالون الأدبي. وهي أيضا لها مع الوفاء نسغ وجذور. فعلا كتابتها تكتب كما لو أنها جدول طبيعي، ينبوع طبيعي يتدفق من تلقاء نفسها. الينابيع الجميلة هي التي تندلق من تلقاء نفسها، ولذا تأخذ مسارها في الطريق. أما الينبوع الذي نفجره بالدانيمات والفأس فليس له من شرف العذوبة شيء. هذه السيدة تكتب بعفوية، قلبها على شفتيها. ولذا حين كتبت، أنا قرأت الكتاب عن شربل وأتشرف بكوني أول أو أول من أطلق على شربل عميد شعراء المهجر. بيستاهل شربل وهذه السيدة
هما ضيفتان لنهر محبة واحد. وإذا أردت الاختصار بشكل أدق أقول أن شرب البعيني والدكتورة بهية هما شفتان لفم محبة ينشد محبة للإنسان. أيوة. أيوة. طيب بكرة التحضير طبعا أخذ من وقت وتجهيز لألا والكتاب طبع الحمد لله. شو رأيك بكرة كيف حيكون الجو؟ هاي حيكون بس عالم ولا ناس مثقفين طبعا بتقدر قيمة الدكتورة بهية شو حتعمل بالنسبة للأستاذ أو الشاعر شرب البعيني؟ شو أنا أتمنى، وأنا كذلك أتمنى أن يكون يوم الغد أو حفل الغد عرس عرساً ثقافياً. أنا كمان. ولذا سأشكر وأقبل جبينا كل من يغرس وردة محبة في حديقة المهرجان يوم غد. إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر. بتحب تقول كلمة لأهل أستراليا، للناس الناشطين الناشطات من أبناء الجالية العربية، طبعاً عربي عم نحكي هلا، شو بتقول للناس الآخرين اللي عم يقدموا كل هالأشياء الثقافية وعم يتعبوا من أجل نشر الثقافة العربية؟ أقول نفس الذي أقوله لنفسي ولأهل بيتي، الوردة الواحدة لا تكون حديقة، إذا اجتمعت الورود ولدت الحديقة، والنخلة الواحدة لا تصنع بستانا، فلتجتمع كل نخيلاتنا كل زهورنا. أنا أقول مع نفسي تضامنوا مع بعض، يحبوا بعضهم، يشتغلوا بالتأكيد من أجل الثقافة ونشر الثقافة العربية، لنعمل من أجل أطفالنا إذا لم يكن من أجل أنفسنا. شخصيا بالنسبة لي وقد بلغت من العمر عتية أو بلغت من الحزن والغربة عتية، فأتمنى دائما أوصي بناتي وابني أن يعملوا خدمة لهذا الوطن الذي أعطاهم ما لم يعطهم إياه وطنهم، وبالضرورة عليهم كناطقين بالضاد أن يثبتوا أن الضاد جدير بالعالمية من خلال علاقتهم معي. شكرا. أتمنى فعلا أن يعني أنا دعوت بعض الأصدقاء وبما فيهم ابنتي خالتي هنا وابنتي أيضا هنا، فطلب مني أن أزورهم غدا، قلت لا، سأرى عراقيين وعربا وبشكل أو بآخر أريد أن أرى الضاد كما أتمنى إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيكم. طبعا استمتعنا بلقاء الشاعر الأديب يحيى السماوي اللي لطالما انتظرته هذا اللقاء لأتحفني بثقافته وأدبه ولغاته الجميلة التي أحب أن أستمع إليها، حرمت منها كثيرا في هذا البلد. بما أنني مدرسة اللغة العربية أحب كل ما يقول اللغة بسلاسة وعمر. هو أنا أيضا كنت مدرسا عملي، ولكن طردوني من التدريس لأسباب سياسية. نعم. طبعا كنا مع عميد أو الأدب العربي أو الشاعر العراقي يحيى السماوي. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. حلو حلو حلو. أحببت التجزئة.